صلاحات كلها هي بتكرس النهج ذاته. يعني في واحد استخدم المهجرين للسرقة ولبناء زعامته، وتلاقي له رجال دين مسيحيين وأفرقاء مسيحيين مختلفين يمضوا له على بياض على السرقة وعلى تكريس زعامته. نحن مشكلتنا موضوع المهجرين شو هو؟ في واحد طلع فلل الناس وهجر الناس وذبح الناس واحتل بيوتهم للناس، رجع اجى عمل له فتوى رفيق الحريري بالحدود 90، قال له اوكي انا بعطيك صندوق لتدفع للي هجروا الناس. طيب واجت البطريركيه المارونيه كرست هذا الموضوع، وبعدين تلاقي افرقاء سياسيين مثل القوات اللبنانيه ومثل الكتائب ومثل كل النواب يلي كانوا من 90 ل 2005 كانوا عم يمضوا على بياض موافقين على هذه السياسه. سياسه هي تغيير ديموغرافيا، تغيير اجتماعي، تغيير كل شيء. نحن في دور للدوله عاطل جدا شكله وليد جنبلاط، في دور حده للكنيسه المارونيه اللي ما سالت عن اولادها يلي تهجروا وما ضغطت وقت كانت هي لحالها في هذا الملعب. يعني من 93 ل 2005 ما كان في غير البطريركيه المارونيه مقدمه حالها كمرجعيه سياسيه، وهي تفرجت على كل هذا. ومن بعد 2001، من بعد كل الفضائح، وب 2001 طلعت البطريركيه لتعطي غطاء لكل هذا التزوير ولكل هذا الغبن اللاحق بالموارنه وبالمسيحيين بالجبل. هون الشيء اللي كثير مؤسف يلي صار بهذا الملف، كل المصالحات كلها كانت بتكرس نفس الشيء، بتكرس انه نحن بدنا نمضي على بياض للي عمله وليد جنبلاط. الخطير كثير بهذا الملف انه في جيل ما بيعرف، لا بيعرف قصه التهجير ولا بيعرف قصه السرقه يلي بعد التهجير، واجوا ب 2018 او 2019 تيقولوا له بملفات الفساد ما يقربوا له على موضوع المهجرين. وليد جنبلاط بنى زعامته باول مرحله بتهجير الناس، بنى زعامته تاني مرحلة بالاتجار بصندوق المهجرين حتى يروح يدفع للناس ليروحوا ينتخبوه. واجت الكنيسة المارونية بكل المراحل وافقت له على التهجير وعلى بناء زعامته عبر ابقاء المهجرين مهجرين. طيب غسان، هل المشكلة هي بالطبع يلي غالب عليهم؟ يعني نحن اذا بنشوف بال2019 نعمل قداس مغفرة، وبال2019 كمان صار في حادثة ابرشمون يلي هي اذا فيك فينا نعتبرها رسالة كانت للي عم يفكروا يرجعوا على الجبل انه الجبل في حدا مسيطر عليه. هل المشكله وين موجوده؟ المشكله باللي عم بيجرب يرجع ولا المشكله باللي ما بده اياه يرجع؟ ليك اول شيء وليد جنبلاط ما بده اياه يرجع، واذا بده اياه يرجع بده اياه يرجع للسقف يلي هو حاطه، بده اياه يرجع ذليل، بده اياه يرجع لعند بامن الداخلي مسيطر عليه هو، بلديات مسيطر عليهم هو، ادارات الدوله كلها مسيطر عليهم هو، مدارس مسيطر عليها كلها هو، وبالتالي هو بده اياهم يرجعوا اذا بيروحوا بيعيشوا تحت السقف اللي هو حاطه، تحت اختياره هو للنواب، مثل ما هو بنقي النائب تبع القوات اللبنانيه، مين مسموح القوات اللبنانيه اليوم ترشح بعلي وبشوف؟ هل مسموح لسمير جعجع يرشح ولا وليد جنبلاط بيقول له هيدا المرشح تبعوله؟ هل قد سمير جعجع تابع لوليد جنبلاط فوق؟ بكل ادائه، نحن ايمتى شفنا اي نوع من تضارب، اي نوع من اثبات الذات، اي نوع من انه هو ما فيهم اثنين مجوزين منيح وما يختلفوا بتفصيل؟ ايمتى سمير جعجع قال لوليد جنبلاط انا مختلف بهالمشروع الانمائي، انا مختلف باي شيء؟ وبالتالي سمير جعجع قابل بالسقف يلي حطه وليد جنبلاط. هذا السقف يلي حطه وليد جنبلاط هو اللي فجره لابرشمون. انت بابرشمون فعليا شو صار؟ بابرشمون في حدا قال انا بدي اطلع على الجبل دون المرور ببوابه المختاره. صحيح، هذا الشيء الممنوع. سو انت اليوم فيك تطلع لعند وليد جنبلاط وتكفي تقول يلي بدك اياه، شرط تكون مارق بعباءه وليد جنبلاط. كل المصالحات اللي صارت، كل ملف التهجير، كل اداء البطريركيه المارونيه، ونحن هون لما نقول اداء البطريركيه المارونيه لانه عوده المهجرين جزء كثير كبير منها خصو بالمدارس. صح. الكاثوليكيه، خصو بالجامعات، خصو بفرص العمل، خصو بقروض سكنيه، خصو بكثير اشياء كانت البطريركيه المارونيه لازم تعملهم مثل ما هي عملتهم بمناطق ثانيه. البطريركيه المارونيه قبلت بسقف وليد جنبلاط، اجا من بعدها سمير جعجع تيقبل بسقف وليد جنبلاط، ونحن مكفيين باداء هيك. طيب غسان، في ناخبين هلا بدهم يروحوا ينتخبوا في لائحه اللي هن تحالف، على طول بنشوفوا اشتراكي قوادي. طيب نحن بس نطلع بنشوف بالجبل في كثير من القوات اللبنانيه حتى منهم قابضين، يعني حتى هن اللي حليفهم على الانتخابات ما هو سرقهم، هو منعهم يرجعوا، هو مش دافع لهم تعويضاتهم، هو سارق حقوقهم. طب كيف هذا الناخب بيطلع بيعطي صوته للائحه عارف عليها حليف سارقه؟ لك اول شيء علي حليف قتله، بس تنبلش صح، علي حليف قتله، راجع علي حليف سارقه مهجره راجع سارقه، منيح؟ يعني عامل فيه وليد جنبلاط ثلاث اشياء. هذا الناخب اللي بده يضل بهذا الخيار السياسي
صراحة أنا ما في له شيء، هيدا عنده صورة شهيد بالبيت واحد، وعنده بيت مدمر، وعنده بيت هلا بيطلع بينتخب وما عنده بيت، عنده ضيعة بيطلع بينتخب وما عنده بيت يعود فيه، هيدا أنا ما في يزيد له شيء وأنت ما فيك تزيدي له شيء سنتي، هيدا هو أخذ خيار بس نحن صحتين على قلبه، يعني هيدا إبلان بكل اللي عمله فيه وليد جنبلاط ورايح يكفي. اليوم ما في يعني في فضيحة، في واحد يقول في فضيحة بدي أخبركم عنها، موضوع المهجرين ما في واحد يخبر شيء، في ناس تهجروا، اندفع للي هجرهم وما اندفع للي تهجروا وما انعمل اي شيء، لا يعني اليوم بس نحكي عن نسبة عودة 30% و35% سقفة، بطل في شيء غسان في يزيدوا او سنتيا فيها تزيدوا، خلص هذا الشيء شاهد امام كل الناس. الكثير خطير بالموضوع انه في جيل عن جد ما بيعرف شيء عن هذا، لا بيعرف وليد جنبلاط كيف هجر وسمير جعجع كيف هجر، هو القوات اللبنانية بخيارها السياسي اللي اخذته بوقتها تتحمل مسؤولية التهجير كاملة، واحد، اثنين كيف وليد جنبلاط هجر، ثلاثة كيف تصرفوا بكل اموال اللبنانيين، في جيل مع الاسف ما بيعرف شيء عنه، هذا الجيل لازم يعرف وليد جنبلاط من وين جاي، مش بس بالحرب، بالحرب وبالسرقة وكيف بناء الزعامة، لانه اليوم اجى وليد جنبلاط استعمل هذا الصندوق ليشتغل انتخابات، ولولا هذا الصندوق وليد جنبلاط ما كان عمل الزعامة اللي هو عمله، فهذا شيء كثير رئيسي ببناء زعامته لوليد جنبلاط. طيب غسان، نحن بهولة هذا التحالف القوات الاشتراكي كمان شفناهم هن رموز الثورة للأسف، يعني شفناهم عم ينزلوا وينزل مناصرين ويتظاهروا ويحكوك عن الإصلاح ويحكوك عن هدر أموال اللبنانيين وعن الودائع هلأ مستجدة عند وليد جنبلاط كمان عم يطالب بالودائع وهو مصدر أساسي لهدر هالأموال لسرقة العالم. طيب هيدا الثنائي اللي صار هو الثورة وسرق هيدا الثورة، كيف قادر بنفس الوقت هو تركيبة المنظومة؟ شو هالازدواجية؟ ليكي هني لا شك انه القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي بيجمعهم كتير اشياء، كتير كتير اشياء، منهم الوقاحة، يعني هني اليوم بأدائهم بموضوع الثورة، موضوع محاربة الفساد، موضوع كل هيدا، في وقاحة غير طبيعية. برضو وليد جنبلاط برغم كل وقاحته اقل وقاحه من سمير جعجع، يعني وليد جنبلاط في محل بيقول لك لا انه انا جزء من هالمنظومه، انا سمير جعجع بيروح فيها للاخر وبيرجع بيتحالف معه، يعني ببيعنا ثوره ببيعنا اخبار شوي بتلاقيه محالف مع وليد جنبلاط. طب النقطه الثانيه، اليوم هن يدعون الثوره ولكن اليوم واضح بالبيئه الاشتراكيه بالبيئه الدرزيه في حاله ثوريه لا يمكن وليد جنبلاط السيطرة عليها. نحن اليوم عم نشوف بأرقام ال 17 تشرين والمجتمع المدني والجمعيات جربت تخترق البيئة المسيحية ما قدرت، جربت تخترق البيئة الشيعية ما قدرت، جربت تخترق البيئة الدرزية، عم يتأكد اليوم بالأرقام إن هن عاملين خرق كتير كبير. اليوم وليد جنبلاط عنده حالة مجتمع مدني جدية ما بتلاقيها بأي مطرح تاني، عند المسيحيين بتلاقي بيوتات سياسية، بتلاقي حزب الكتائب، ما بتلاقي مجتمع مدني حقيقي. بالبيئة الدرزية اليوم في حالة ثورية حقيقية، صعب كتير وليد جنبلاط يسيطر عليها، لأنه وليد جنبلاط ما عمل للمسيحيين وللدروز مجتمع قادر يعيش.